جيت انايا خرج من الدار يعني مع هذيك الجوج وربع الجوج الشتا تصب خيط من السماء يديك الدري جاي من المدرسه. جيت انا دست من تما كاينه الدريبه اللي هي تما كاينه تيغوت هي هذيك ما كاين حتى شي واحد ترى الشتا خيط من السماء وترى بنادم طايح في حفره حتى شي واحد ما تيشوف. دابا تخيل انت دير راسك انت تهوت تما كاينه وما يشوف حتى شي واحد. مشيت انا للدري مشيت له تنجري هي هذيك مشيت الدري الاخر وجرنا مشيت جبت القنبه في البلاصه عطيتها للدري قلت له انا نهود للدري غنجبدو فهمتيني هي هذيك قلت له ما تشوفني ما غاديش نبت القنبه لقيتو تيغوت فهمتي تيغوت جبدته من جبدته قال لي قلت له شنو سميتك قال لي سميتي ريان الرحوي قلت له فين تسكن قال لي تنسكن هنا الدري مشى لهاد الجهه مشى بحال اللي غادي للقاسمين فهمتيني الدري مشى بحال غادي للقاسمين بغيت نعرفو فين تيسكن ما عرفتوش فهمتيني. دابا انا الدري طلعت جبدته من طلع جبدته بيديا عطيته للدري الاخر قلت له قول له السميه ديالو قال لي السميه ديالو ريان الرحويه مشى فهمتيني مشى بحالو صافي طلعت انا بدلت الحويجات ديالي جات توفى اللي عندنا هنا بداتي المهم بداتي الاخوال ديالو جاو جا مقدم بقى معنا حتى دابا حتى دابا راه عاد جاو تما فهمتيني فاش جاو المسؤولين لقاو الوليد لا لا الدري مشى ما كاين حتى شي واحد انا اللي كاين الدري مشى بحالو صافي الدري طلقته مشى بحالو خرجوا العيالات قال لي ماك خرجي هذيك الحاله قلت له واحد الدري هنايا راه كان غايد كان طاح هنايا وجبته عيطنا لش نقولوا توفى اللي جاد قلت لهم رايان الرحويه مزي قال لي في تسكن قلت لهم امي راه تسكن في القاسمين في الحلال بلا ما المهم في الباديه رايان وصافي فهمتيني هذا هو المشكل اخويا اللي كاين شوف مسكين واش كان شي قاطع غيقطع بغى يولي هو هودت به الحمريه فهمتيني وهو تيقرا الحمريه راه ما نقولش له بشكاره ديالو بشكاره ديالو هذه هي الطريق دابا هو من تما غادي نهود لا يقطع صافي الحمريه هودت هودت به هود مع الحمريه هودت انا جبدته هذا هو المشكل اللي كاين اخو انا دابا عندنا ولادنا عندنا هذه خصنا نقريوهم خصنا هادشي تخدم تخلي ولادك ولادك خصك ديما تقريهم فين تخلي ولدك باش يخرج الدري دابا يمشي يقرا غادي للمدرسه هو دابا طاح هو ما كتشي راه شوف تصاور الفيديوهات اللي كانوا كبوها هنا الجبل كان هود بالقادوس ديالو ها الما دابا براسو بغا يخدم ليه